نتكلم شويه عن العيد. ما تنسوش ان احنا حلقتنا النهارده دي صباحيه العيد، وكل سنه وكل حضراتكم طيبين. العيد اللي طبعا اكيد ما فيش شك انه بيبقى فيه شويه تفاصيل كده مرتبطه يعني بالفتره الزمنيه دي بصفه خاصه عند كل الاجيال، ولكن الاجيال الاكبر سنا نسبيا لحقت برضو تشوف شويه التفاصيل دي متحققه بشكل كبير جدا. يمكن شويه منها ابتدت تاخد بعد او شكل تاني، زي مثلا تبسيط العيديه. كلنا كنا بنسعد جدا بتلقي العيديات في مراحل سنيه مبكره، وايام العز بقى الخال اللي يعدي يدي عيديه، العم اللي يعدي يدي عيديه، اي حد معدي بناخد منه عيديه. الوضع اتقلب بقى للاسف الشديد، بقينا احنا اللي بعد كده بندي العيديات، ولكن اكيد ما تهيأليش ان في حد ما عندوش ذكرى حلوه مع فكره العيديه. ولو ما كان طفل صغير او لما كانت طفله صغيره ما كانوش بيبقوا مستنيين اللحظه دي غير بفارغ الصبر عشان تلقي العيديه. انا بتفق معاك، بس هو دلوقتي ما فيش الكلام ده. اه ليه يعني؟ الى حد كبير يعني، الى حد كبير. مش عارفه ليه بيفتكروا ان احنا لما يعني بنكبر ان احنا بنبقى متنازلين عن الموضوع ده، مع ان ده مش حقيقي. انا مش متنازل الحقيقه، ومش مسامح بالمناسبه عن نفسي يعني. انا بس انا هقول لك على حاجه، هو مين هيديك العاديه؟ المفروض الزوج هو اللي بيدي مراته واولاده العاديه، انت مين هيديك عاديه؟ فلو انت متنازل ما فكرناش في الحكايه دي احنا على فكره. ده طبيعي يعني، دي فعلا من المشاهد النوستالجيا بقى، خلينا نقول. هنتكلم هنا مصطلح هنختاره هو نوستالجيا، يعني العياد زمان فعلا فكره العيديه مهما مفروض يعني كبرت صغرت كان بيبقى بناخد عيديه، بس دلوقتي فعلا ما فيش. دلوقتي اتعكست، انت اللي ممكن تدي اهلك عيديه، ودي حاجه برده حلوه طبعا. الواحد كده لما بيسعدهم، او يعني العيديه مش بتبقى يعني فكره بتديهم فلوس بس، اللي هو ايه، انتوا ياما اديتونا وياما عملتوا لنا ما جبتوا لنا وياما اسعدتونا، فبتبقى برضو لمسه حلوه اكيد. ولو كمان على... عارف اللمسه الاحلى بقى إيه بقى؟ لو انت اديتني عيديه كتعبير برضو عليك. بكره الصبح ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر اول عيديه واحلى عيديه. بكره الصبح بتقولها بقلب، لان احنا سخنه وطازه وبتلعب جوه. هنتقابل بكره الصبح اصلا بس ماشي. وخلعت من العيديه. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. طيب خلينا بقى نروح كمان نشوف يعني الجمهور وذكرياتهم مع فكره هنا العيديه. انا وكريم قلنا لحضراتكم يعني اللي بيذكرنا بالعيديه وغيره، لكن خلينا نعرف الناس هل فعلا الموضوع ده في كل بيت مصري، فكره العيديه ابتدت تقل او ما بقتش موجوده، او هذه الظاهره الجميله اللي احنا كلنا يعني اكيد مش عايزين نتنازل عنها لسه موجوده ولا لا؟ خلينا نتابع. انا من سنين طويله قوي ما خدتش عيديات، بس انا دلوقتي بدي عيديه طبعا المفروض يعني. انا مثلا بقى انا السنه اللي فاتت خدت 100 جنيه من بابا ومن جده، ويعني في ناس بتدي 200 جنيه و100 جنيه، اللي انا فاكره السنه اللي فاتت كانت 200 جنيه. لا بقيت ادي طبعا، خلاص مفيش عيديه باخدها. لا لسه باخد طبعا. عدم التقطيعش يعني. الوالد طبعا هو لازم يدينا يوم العيد الصبح، لازم كلنا ناخد عيديه كبير وصغير يعني، الاولاد والاحفاد كمان. والله صراحه انا نفسي اخد عيديه، بس انا خلاص بقى بقالي فوق 10 سنين ولا اكتر ما باخدش عيديه، لكن طبعا بدي عيديه دلوقتي لاولادي واخواتي والقرايب كلهم طبعا. كل سنه طيب. اخر عيديه خدتها يمكن كانت من 20 سنه او حاجه، وكانت 50 جنيه. ده كان رقم يعني وقتها. انا لحد دلوقتي بصراحه ما بديش عيديه، بس انا دايما اللي باخد العيديه. لا باخد وبدي يعني، باخد من بابايا ومامتي وبدي بقى لاولاد اخواتي. طب ما في ناس كبيره في السن ولسه بتاخد عيديات لغايه النهارده، الكلام ده ما بيطبقش علينا. ايه القصه دي بقى؟ صدقي بقى الموضوع ده لازم نبحث فيه. على كل الاحوال برضو من